الرياضات، الموسيقى، الأخبار. والزفن سمعك التصوير. مرحبا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بكم مجددا الى سياسه فام. اذا باش نتحدثوا على كما قلت بيان ممضى من مجموعه كبيره من المنظمات حول المشروع، مشروع المصالحه الاقتصاديه. معايا على الخط الاستاذ حسين بوشيبه عن جمعيه الكرامه. سي حسين اهلا وسهلا، مرحبا بك. اهلا وسهلا وتحيه لكل مستمعيكم وخاصه في الجنوب الشرقي، وعيدكم مبروك ان شاء الله كل عام خير. سي حسين، اذا لو تعطينا ساعك بالكل شيء، كيفاش بدت اللقاءات بين هالجمعيات هذه، وذكرنا بعض الاسماء نتاع الجمعيات هذه باش الساده المستمعين يتبعوا معنا. اذا مجموعه كبيره من الجمعيات، يبدو انكم قبل البيان هذا عندكم لقاءات متواتره حول مسار العداله الانتقاليه. الكلمه ديك اعطينا كيفاش جمعتوا معنا في هالاطار هذا. شكرا استاذ محمد. فعلا المشتغلون على العدالة الانتقالية منذ انطلاق المسار في أبريل 2012 كانوا يجتمعون دوريا بحضور المنظمات الدولية التي أهمها المهودي السامي لحقوق الإنسان، مركز الدول العدالة الانتقالية، والبرنامج الأمم المتحدة. وهذه المنظمات هي دعم رئيسي لتونس ودعم رئيسي لمسار العدالة الانتقالية. كنا نجتمع دوريا من داخل المسار قبل القانون، ثم خلال القانون، وعند تركيز الهيئة، وإلى اليوم نشتغل على هذه الانتقالية، نعمل على إنجاحها رغم اختلافاتنا ورغم مشاربنا المختلفة. التقينا من أجل تصحيح المسار، من أجل أن يكون مسار هذه الانتقالية ركن أساسي للانتقال الديمقراطي سلمي وسليم. هذا الإطار تقريبا. أخيرا عدنا الاجتماع في ظل التداعيات الأخيرة لقانون المصالحة الأخير الذي عرض على لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب بمبادرة من السيد رئيس الجمهورية، وعملنا تحليل ومتابعة، ثم أصدرنا البيان المعروف الذي اطلعتم عليه في وسائل الاعلام. هات نذكروا بالساده المنظمين باش الساده المستمعين يتبعونا. إذن سي عبد الرحمن الهذيلي عن رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، راضي النصراوي. نعم. اذا نعم. رئيس المنظمه التونسيه لمناطق التعذيب، انس. نعم. بن عبد الكريم رئيس منظمه بوصله، نجي البغوري رئيس النقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين، منيا بن جميع رئيس الجمعيه التونسيه لنساء الديمقراطيات، وحيد الفرشيشي رئيس جمعيه الدفاع عن الحريات الفرديه، سيادتك حسين بوشيبه اذا عن جمعيه الكرامه، سهام بوعزه رئيس الجمعيه التونسيه للحقوق والتنميه، كمال حداد رئيس جمعيه الدفاع عن حقوق الانسان، فرج حشاد رئيس مخبر الديمقراطيه. فرح حشاد. فرح حشاد، السيده فرح حشاد. السيده فرح حشاد، اذا رئيسه المخبر مخبر الديمقراطيه. وشفيق بن روين رئيس المرصد الاقتصادي التونسي، مدير المنظمه. رامي الصالحي رئيس المكتب المغاربي لشبكه الاورو متوسطيه لحقوق الانسان، والمنظمه العالميه للمناطق. جابرييل روين، جابرييل روين مديرة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس، وكذلك الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية التي رأسها الدكتور كمال الغربي، وجمعية نساء تونسيات، والعديد من الجمعيات الأخرى كذلك، والقائمة مفتوحة للمجتمع المدني للتعبير عن رأيه. إذن شنو ما أخذكم معنا كمنظمات، وكيفاش تفهمتوا على ربما النقاط الرئيسية للمؤاخذات على المشروع هذا التي كما قلنا تتبناه رئاسة الجمهورية مرة أخرى؟ والله تعرف أستاذ محمد أن السيدة رئيس الجمهورية هذه ليست المبادرة جديدة، وهي منذ جويلية 2015، وتعرف بعد أن أخذت الهيئة رأي لجنة البندقية، وهي لجنة مختصة
في القوانين الدستورية ومستشارة للاتحاد الأوروبي، وقع أن المبادرة هذه وقع وضعها في الرف، والآن يعاد طرح من جديد بنفس بدون أي تعديل. أنا بدون أي تعديل، والمبادرة بيانادي الآن. السؤال المطروح اللي طرحناه في هذا المنتدى اللي سميناه منتدى يوم الخميس لمتابعة مسار أداء انتقالية، هو هل أن تبييض الفساد وسوء التصرف في المال العام يعد الآن أولوية في مسار أداء انتقالية؟ فاعتبرنا أن هذا المشروع يفتك أو يسحب العديد من صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة المخولة قانونا وأخلاقا وتاريخا للنظر في مثل هذه القضايا، قضايا الفساد المالي والإداري. وأعتقد أن في المدة الأخيرة قبل 15 جوان شفت حتى الدولة وضعت أكثر من 600 ملف باسم الدولة كمتضررة لهيئة الحقيقة والكرامة من مثل هذه القضايا، وكل الأطياف السياسية جاءت للهيئة تشتكي للهيئة، والهيئة هي مخولة ولها لجنة للنظر في ملفات الفساد المالي، لجنة التحكيم والمصالحة. فتساءلنا هل أن هذا ربما يكون باب لتبييض الفساد، وخاصة أن مشروع القانون لا يبرر لا كما ولا كيفا ضرورة ولا جدوى هذه المبادرة. الفصل الأول يذكر يهدف هذا القانون إلى تحقيق مناخ ملائم يشجع على الاستثمار، لكن كيف ذلك؟ كيف يشجع هذا القانون على الاستثمار؟ غير موجود. كذلك وينهض باقتصاد الوطني، لا احصيات في ذلك ولا دراسات ولا رأي خبراء. فأعتقد أن المجتمع السياسي والمجتمع المدني اليوم يرفض هذا القانون جملة وتفصيلا باعتباره بابا من أبواب تبييض الفساد والتفاف على مسار كنا نبغي كتوانسة أن يكون ركن أساسي لإصلاح السياسي والإصلاح الإداري والإصلاح كل المنظومات، أو ما يسمى ب ضمانات عدم التكرار، وهو مسار العدالة الانتقالية الذي هو مسار رسمي، والهيئة هي هيئة عمومية، هيئة الحقيقة والكرامة، ورغم ما يقال حولها فهي نعتقد هي المخولة أساسا وليس حصرا لنظر في هذه الملفات. يمكن إيجاد بدائل أو لجان داخل الهيئة أو تنقيحات في القانون، لكن ما ينبغي نعتقد في المنتدى أن يكون مسار آخر يسحب ويسطو على صلاحية الهيئة. سي حسين، تعرف الآن الهيئة هيئة الحقيقة والكرامة معناها تقريبا تقبلت أكثر من 60,000 ملف، وستين ملف هذو 60,000 ملف هذو ما يلزمهم 65,000 ملف. نعم 65,000. نعم. العدد الصحيح، العدد الرسمي 65,000. إذن 65,000 هذو ما يلزمهم وقت وجهد كبير وطاقم كبير من العمل، هذا ربما ما دعا لرئاسة معناها نحط روحي ديما في بلاصة الآخر، رئاسة الجمهورية أن تفرد ربما الملفات الاقتصادية العاجلة من أجل تسريع ربما البت فيها، والمقصد هو محاولة لإعادة ربما حركة الإنتاج من جديد بعد أن تعطلت في بالنسبة لمجموعة كبيرة من رجال الأعمال. إيش رأيك؟ هي لجنة البندقية عندما استشارتها هي الحقيقة والكرامة في مثل هذا المشروع ذكرت أن هذا المشروع غير دستوري، ولكن ذكرت أيضا أن يمكن إيجاد مسارات أخرى من داخل مسار عدالة انتقالية. فصحيح كثرة ملفات 50,000 ملف خدمة كبيرة، وهي الحق والكرم هي وقتية، ربما لم يبقى لها كثير من الوقت لإنجاز كل مهامها، وهناك العديد من الإشكالات الداخلية داخل هي وخارجها، فهذا كله واقع موضوعي. لكن لو أن ثم إرادة سياسية، والآن ثم إرادة مجتمع مدني وإرادة الهيئة للتعجيل
والتسريع في المسار. ويمكن ثم العديد من الدول اللي عملت مسار عدالة انتقالية في سنتين، والآن احنا ما زال أمامنا أكثر من سنتين لهيئة العاصمة الكرامة. نعتقد لو أن صدقت النوايا وهناك إرادة سياسية من الجميع، يمكن أن ننجز عدالة انتقالية في تونس، تكون فعلا إضافة نوعية لعدالة انتقالية السابقة، وتكون تشرف تونس وتضيف إلى الفكر التونسي في الإصلاح السلمي من أجل تونس دولة قانون تحترم فيها الحرية وتحترم فيها القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان. نعم. نعتقد أن يمكن الآن وسيرتون وجميع يمكن إصلاح ما وقع إفساده من مثل هذه المبادرات. نعم. شكرا لك سي حسين بوشيبة عن جمعية الكرامة أيضا على كل هذه الإفادات. إن شاء الله نلتقيك في مناسبات قادمة. الأستاذ عصام الشابي على الخط. عصام أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا بك، مرحبا أخويا، تمنياتي ليك ولكل مستمعي وزير سفام بعيد سعيد، وإن شاء الله كل عام هم وتونس بخير. إن شاء الله كل عام بخير، وإن شاء الله تونس من حسن إلى أحسن، ونتابع الحوارات والنقاشات في رئاسة الجمهورية وآخرها جلسة البارحة. انتظرنا إمضاء على وثيقة، لماذا تأجل الإمضاء أستاذ؟ بالفعل يعني البارح الوثيقة كانت حاضرة، في لأنه فما فريق من الخبراء ممثلين عن المنظمات والأحزاب إلى جانب فريق من رئاسة الجمهورية انكبوا على عمل عليها طيلة الأسبوع الماضي، وانتهوا إلى وثيقة البارح اعتبرت ثمناها واعتبرت وثيقة أساسية لمضمون أولويات وتوجهات حكومة الوحدة الوطنية. لكن البارح أكثر من طرف عبر على رغبته في مزيد تحسين وتجويد هذه الوثيقة، يعني ليس من باب مراجعة الاتفاق أو من باب نقاط خلافية، الكل أكد على الاتفاق على مضمونها والرغبة في أن نعطي للوثيقة هذه القوة والمتانة اللي تمكنها من أن تدافع على نفسها، فما بالك أنه أحنا باش ندافع عليها وتكون فيها رسالة قوية على أن لأول مرة في تاريخ تونس تلتقي منظمات وأحزاب ورئيسة الجمهورية تفتح حوار من أجل الحديث حول مضمون الحكومة القادمة. ذا لم يسبق قبل، ربما كان من نقاط ضعف والحكومات السابقة الكل خاصة بعد الثورة في والحكومة الحالية حكومة السيد حبيب الصيد اللي بالمناسبة نتمنى له شفاء وعودة سريعة إلى نشاطه ونهنيه بعيد الفطر، أنه حتى الحكومة هذه أهنى على الأقل في الحزب الجمهوري وكثير من الأطراف عابت عليه غياب الرؤية والبرنامج التي لقتها. اليوم اتفقنا عملنا منهجية للحوار أننا نخصص المرحلة الأولى وهي الأصعب لتحديد الأولويات ومضمون برنامج الحكومة القادمة دون التدخل في تفاصيل هذا البرنامج، أنه تبقى من خصوصيات رئيس الحكومة والفريق متاعه، وبعد ذلك ننتقل إلى مرحلة الهيكلة واختيار الاسم واقتراح الأسماء اللي سيكون رئيس الدولة بحكم الدستور هو المؤهل لاختياره وتكليفه بتكوين الحكومة القادمة. على كل هذا مازال سابق لأواده اللي البارح تم، هو بعد حوار صريح وحوار في تقديري كان إيجابي، اتفقنا على أن يكون هناك عودة لفريق الخبراء يوم الجمعة يعني ثالث أيام عيد الفطر المبارك للالتقاء في جلسة وحيدة وفي يوم واحد، هذا اتفقنا عليه، لتحسين وتعديل وتقديم الإضافات، وأن تصبح الوثيقة بعد ذلك وثيقة رسمية وتقدم لرئيس الجمهورية اللي من المفروض أن يدعو رؤساء المنظمات والأحزاب للتوقيع عليها، وهكذا ننهي المرحلة الأولى بإذن الله بنجاح وننتقل إلى مرحلة حوار حول هيكلة الحكومة. هل ترى نخليه الهيكلة الحالية كما هي؟ هل ترى ندخل على التعديل؟ ما هي الهيكلية الأفضل لتنفيذ بنود الوثيقة هذه والاتفاق حولها؟ هذا فيه وجهة نظر، والحوار سينطلق بإذن الله لملامسة والوصول إلى اتفاق حول هيكلة الحكومة الجديدة، وبعدها طبعا من هو الشخصية الأقدر على أن توحد التونسيين وعلى أن يكون رمزا للوحدة الوطنية ولتوجهات وبنود
هذا الاتفاق. نعم استاذ زهير المغزاوي سمعناها واحد من ربما حركه الشعب اعطت ملاحظات وتريد ربما تغيير بعض النقاط في الوثيقه هذه، هل بعد معناها بخلاف حركه الشعب ثم شكون معناها يعترض على بعض البنود؟ لا شوف اخرين يقول لك لم يكن في اعتراض على بنود، يعني تعديلات، احنا قدمنا مقترحات وقلنا حزب الجمهوري قدم بعض الملاحظات. معناها الجرون ليني الخطط الخطه الرئيسيه عليها اجماع. اسمع طبعا لانني حضروا وساغوا الوثيقه هذه راي قيادات الصف الاول في الاحزاب وبالتالي وفي المنظمات الوطنيه كلهم اعضاء مكاتب تنفيذيه ومن القيادات قلت لك الصف الاول، وبالتالي لا يمكن نحكي على تناقضات كبرى، لكن فما بما انه هو عمل فيه الانسان ما يلقاش روحه مش مطلوب يلقى روحه 100% كل عمل جماعي انه تصير فيه توافقات وتصير فيه تسويات واتفاقات لا تخل بالتوجه العام، لكن كل واحد يلقى روحه اجمالا في الوثيقه. احنا مثلا قدمنا بعض المقترحات اللي كنا نراها وجيهه ان تتضمنها الوثيقه، والاتحاد كذلك والمسار كذلك والمبادرة عديد الأحزاب اللي تكلمت وبعثت بعض الملاحظات، وبعد حوار وتم الاقتناء واتفقنا وأعلن عن ذلك رئيس الجمهورية وحول يحدد التاريخ أن يكون ثالث أيام العيد هو اليوم اللي نختتم فيه هذه الوثيقة وبعد تسلم له هو ويشوف الصيغة اللي بشدعوا بها ممثل الأحزاب والمنظمات الإمضاء عليها، وبالتالي كل الأحزاب قدمت ملاحظات من هنا وهناك واللي تم الاتفاق عليه أنه يوم الجمعة بإذن الله كل واحد عنده مقترح يجيبه مكتوب ربحا للوقت ويقدمه ويصير التداول حوله، إذا تعدى تعدى وإذا تعدل تعدل، ومهما كان اللي باش يصير يوم الجمعة هو الاتفاق النهائي ولا عودة للنقاش مجددا في المضمون. وهكا نقوله ربما مش ربما متأكد أننا عدينا المرحلة الأصعب والمرحلة الأهم، وهذا يراو يعطي توجه للتونسيين ويبعث برسالة لأول مرة، قلت كحزاب ومنظمات ورئيس الدولة هو يدير في الحوار هذا، الناس تحكي على المضامين ولا تحكي لا على الأشخاص ولا على منابات الأحزاب وعلى حصصها، واتفقنا أن المحاصرة الحزبية نخليها أورانا وأن نعمل حكومة ماهوش بشرط هي تلم كل الطيف الكل اللي هذا سؤالي استاذ حتى من خلال كلمه رئيس الجمهوريه يقول ان ثم معناها بعض الاطراف المشاركه في الحوار لن تشارك في الحكومه، هل هو بناء على رغبتها هي والا من ربما من ابجديات الحوار؟ لا لا هو هذا بحكم طبيعتها، ورئيس الجمهوريه يتكلم وكان يعرف ويقصد الاطراف اللي هي عبرت على عدم رغبتها نتيجة طبيعتها أن تشارك في الحكم، كما الاتحاد كما منظمة الأعراف واتحاد الفلاحين قالوا احنا يهمنا الوحدة الوطنية، يهمنا مستقبل البلاد، يهمنا مضمون وتوجهات الحكومة القادمة، يهمنا أن نسند حكومة الوحدة الوطنية، لكن ليس بالضرورة أن نكون طرفا في الحكومة، وموقعنا لا يسمح لنا بأن نكون، والناس كل فهمت وقدرت عاليا هذه الروح وهذه المنهجية، وبالتالي هذه لن تكون في الحكومة. ولكن حتى الأحزاب الكل اللي مشاركة في الحوار هدايا ماهوش بالضرورة كل من شارك ووافق يلزم يكون عضو في الحكومة القادمة، ولا رأي ولا حكومة محاصرة حزبية، وليس بالضرورة كل حزب يخوى حجمه ونسبته، هذا 8 ولا 9 وزارات وهذا 7، وقتها نرجع للمربع الأول، وإحنا قلنا سنبعث برسالة أنه نشوف بعد ذلك الهيكلية ترى نحافظ على حكومة واسع كالحكومة الحالية، فمش نقترح عودة خطة كاتب الدولة لأنه مش يكون عنده متابعة لتنفيذ البرنامج والأولويات، فما يقول لابد أن تكون حكومة مضيقة، فما على كل أحد نشوفه الهيكلية الأمثل والأمثل. قبل ما نوصل لهذا أستاذ أعطينا في المشاركة الآن بخلاف المنظمات الوطنية اللي هم اتحاد الشغل واتحاد الأعراف واتحاد الفلاحين، ثم 9 أحزاب الآن، هل أنه 9 الأحزاب هذه كلها ستشارك وإلا ثم من الأحزاب هذه من عبر كذلك على أنه لا يريد أن يشارك، يريد أن يكون داعما للحكومة من خارجها؟ لا لم يعبر أحد على هذا الموقف أن يكون داعم الحكومة من خارجها، أما الجميع اتفق وأن تكوين الحكومة ما هوش بالضرورة، يعني الحزب الذي لا يجد نفسه في الحكومة أو بالضرورة يجب يكون عنده وزير، إذا كان فما خطة أو
شخصية عندها إضافة وعندها قدرة على أن تمسك ملف سواء كانت من حزب كبير أو صغير فمرحبا بها. وإذا كان ثم مستقلين وأكيد بشكل كفاءات وطنية تشارك في هذه الحكومة فمرحبا بهم على قاعدة كفاءتهم مش على قاعدة موالاتهم لهذا الطرف أو ذاك، وعلى قاعدة انسجامهم مع رئيس الحكومة القادم، لأنه كل اتفقنا لابد أن يكون هناك فريق منسجم وفريق عنده قائد واحد ورئيس واحد عنده كل الصلاحيات لمواجهة التحديات الكبرى اللي عليها البلاد. هذه الرسالة نحب نعرف. هناك تغيير في تناول مسألة الحوكمة في تونس، هناك تغيير في النظر إلى الحكومة وطبيعتها وتركيبتها، وبالتالي هذا ينعكس على أدائها وينعكس على نجاحاتها اللي نتمناو أنها تتحقق، لأنه كما تعرف احنا اليوم سادس عام بعد الثورة وانتظارات التوانسة والصعوبات قاعدة تتراكم، وعام بعد عام وحكومة بعد حكومة والتوانسة معناها بدأوا يدب في قلوبهم نأس، وهذا اليوم جاء الوقت اللي مدورنا أن نقول اللي فما إمكانية للتغيير والإصلاح، ولتونس بإذن الله سيبقى المركب الذي يشق طريقه، وأنا كما قال البعض أن السفينة التي لا تغرق من سفن الربيع العربي يلزم الناس كل تتحمل مسؤوليتها. هذه ما احنا اتفقنا نروا الاتفاق هذايا والحوار هو متكامل يهم المضمون، وهذا نجم كل نعتبر اللي انتهينا منه، والهيكلية ورئيس حكومة هذا الكل يتم الاتفاق عليه، والجميع يكون ملزم بمسندة ودعم الحكومة من داخلها من خارجها. بالنسبة لرئيس حكومة والقائد السفينة هذه برشا أسماء قاعد ترشح كل مرة، نسمع سي محمد فضل خليل، سمعنا برشا أسماء معناها كل مرة، هل أنه هذه خرجت من الحوار وإلا معناها خرج بطرق أخرى يعني؟ شوف سمعنا فعلا كما سمعت سيادتك وكل المستمعين بالأسماء، لو نعدد اليوم الأسماء التي تم تداولها لرئيس حكومة قادمة نلقاه على الأقل 30-40 اسم. واللي نأكد لك أنه ولا اسم خرج من الحوار ولم يقع التداول في حتى اسم. البارح على عكس ما روج له وعلى عكس ما العباد اللي تتوقع لم يقع التطرق لا لموضوع اسم رئيس حكومة قادمة ولا لرئيس حكومة الحالية ولا الفريق، اقتصرنا فقط على المضمون وعلى الورقة، لأن كان واضح قدامنا وهذا اتفاقنا المنهجية اللي سطرناها كان نحترمها تنقدمه بالحوار الوطني، والحمد لله إلى الآن احنا قاعدين نحترمه فيها وقاعدين هذاك عليه قاعدين نقدمه. ننتهي من المضمون وش معناها راه عيب ولا حرام، ضرورة أن نأتي للأسماء، أما في حينها ونشوف الاسم هذايا تتوفر فيه المواصفات لتنفيذ هذا البرنامج، توفر فيه مواصفات حكومة الوحدة الوطنية ويرمز الوحدة الوطنية، وأعتقد أنه هذا أسهل من الحوار. سي عصام في كلمتين بعد إذنك، قسم الأخبار طالب الخط. الجبهة الشعبية انسحبت من المفاوضات وكذلك علقت الحوار مع المعارضة، في كلمتين شنو تنجم تقول؟ والله أنا كنت أتمنى أن الجبهة تكون معنا وأن تساهم في هذا الحوار بمقترحاتها وبالمضامين، وأن وهذا اللي اتفقنا عليه في البداية، هذا اللي ما تم الإعلان عليه في خلال ندوة صحفية الأولى اللي تعقدت في مقر الحزب الجمهوري ولبيان تلاه السيد حمد الهمامي بنفسه. بعد الجبهة راجعت موقفها، هي حرة وإحنا نحترم موقفها. لكن أن وبعد رجعت الجبهة لتنسيقية المعارضة وبعد علقت مشاركتها، هي حرة يمكن عندها آلية اتخاذ القرار، ربما عندها ظروفها الخاصة. على كل الجبهة ستبقى مكون أساسي من مكونات السياسية وسنتعامل معها بقدر ما هي ترى استقرار في التعامل مع الأحزاب، لأنه أيضا العلاقة بين الأحزاب لابد أن تكون مستقرة وما تقولش طالعها. شكرا لك سيسام، وعيد مبروك إن شاء الله كل عام أنت حي بخير لك ولكل المناضلين وكل الشعب التونسي. هيك نكون وصلنا لنهاية الحلقة من سياسة فهم، مع تحياتي أنا محمد سبور، الموسيقى، الأخبار، وزفن سن معك التصوير.